قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا الحسن، إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذا القليل، وأن يجعلها جهودا مخلوفة بالقبول وبالرحمة لحينا ولميتنا. وقال الحسين بن الحجاج: يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك. شوفي هذه الكلمة قالها لما بنى عضد الدولة في أيام الدولة البويهية التي قامت وهي أولى الدول الشيعية، والتي قامت بعد الدولة العباسية، لما بنيت قبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذه الفائية إذا تقرأها موجودة، فائية عصماء رهيبة، وكان من ضمن الحضور أمراء ورؤساء ووجهاء، هذا طبعا في القرن الثالث الهجري، ومن ضمن الحضور طبعا الشريف الرضي لما افتتحت القبة أو ذلك التجديد. فابتدأ القصيدة بهذا البيت: يا صاحب القبة البيضاء في النجف أو النوراء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك. شوفي النجف الأرض المرتفعة، هذا في لغة إذا تبحث عن كلمة نجف في القاموس يقول إليك التل المرتفع. في روايات أهل البيت سلام الله عليهم يقول لا، هذا كان هناك بحر يسمونه بحر الني أو بحر ني، ولكنه جف جف. طبعا هذا البحر الآن بحر النجف ما إلى علاقة بهذاك البحر، غير زين جف. فقالوا ني جف، يعني الني بحر الني جف، ثم خففت إلى نجف، وتسمى بالمشهد لوجود مشهد أمير المؤمنين سلام الله عليه هناك، بلغنا الله وإياكم، وتسمى بالغري، والأصح أن يقال الغريين أو الغريان. هذه من قبل، يعني من أيام الحيرة، الحيرة هذه اللي هي بين الكوفة والنجف، كان هناك قصر يسمى الخورنق إلى المنذر بن ماء السماء، وكان جلكم الله قد سكر في يوم من الأيام، وكان له نديمان فقتلهما، فلما أفاق من سكره ندم على قتلهما، فبنى أو قبرهما، دفنهما وبنى على قبريهما حجرتين صغيرتين، لأنها صحراء فتبين يعني هالحجرتين هذول زين، وجعل مثل ما نقول إحنا يصبغهم، جعل يغريهما، صبغهما بالطلاء زين، فسميا بالغريين، فسميت المنطقة بهذا الاسم، اشتهر يعني. بعدين الناس إلى اليوم يقولون الغري، وإلا هي في الأصل الغريين زين. بعد الأهم من هذا، الأهم من كلمة النجف والأهم من كلمة الغري، الطور. والطور هذه آيات في القرآن الكريم تذكر الطور، والتين والزيتون وطور سينين. احنا لما نقرأ روايات أهل البيت سلام الله عليهم ونطلع على ثقافتنا
نشوف بأن الموجود في روايات أهل البيت كما يذكر الشيخ الوائلي وغيره، الموجود في روايات أهل البيت أن الطور، المقصود هنا الطور هو طور النجف، لأنه كان جبل، جبل زين، بعدين انخفض هذا الجبل زين. الطور الذي كلم الله عليه موسى تكليما زين، تجلى ربه للجبل فجعله دكا زين. المرتفع الذي أسجد الله عليه الملائكة لأبينا آدم، المرتفع الذي اصطفى عليه الله جل وعلا نعم نبي الله إبراهيم واختاره للرسالة، إذن فهذا معنى الطور. الطور أكثر من معنى إلى أو أكثر من جبل على وجه الأرض، في مصر وبلاد الشام أكثر من طور، لكن الطور المقصود هنا هذا الطور نعم، وهو هو بداية طور سيناء كما نقرأ في أحاديث كثيرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وبعد الاسم المهم أيضا إلى النجف شنو؟ وادي، وادي السلام. هذه المقبرة، المقبرة التي جاء فيها جاءت فيها الروايات كما ابتدأنا في الرواية، يا علي، حديث النبي صلى الله عليه وآله، يا علي إن الله جعل قبرك وقبور ولدك بقاعا من بقاع الجنة. هذه المقبرة التي بين النجف والكوفة، هذه مثل ما نقول هذه قد النجف. إذا تكتب في يوتيوب وادي السلام تشوف التقارير المكتوبة عنها عجيبة غريبة، يمكن الدنيا ما فيها مقبرة قد هالمقبرة، قد النجف. هذه فيها ملايين الذين دفنوا فيها بمختلف طبقاتهم، علماء، ملوك، أبناء الأمراء زين، من مختلف البلدان يجيبونهم زين. وممن قبر في تلك الأرض أبونا آدم وأبو البشر الثاني نبي الله نوح وهود، وبعد هود صالح. أما أبونا آدم فإن قبره الأول كان على جبل أبي قبيس، وأنا جبل الصفا تعرفون طبعا، وين جبل الصفا؟ منفصل الآن صار عن الجبل الذي إلى جانبه. فلما ركب نبي الله نوح في السفينة، لما ركب نبي الله نوح السفينة ووصل إلى، هذا الموجود في رواية أهل البيت، ووصل إلى مكة بلغنا الله وإياكم، موجود في الروايات بأنه طاف وهو في السفينة على الكعبة سبعة أشواط، ومن ثم نزل من السفينة وكان الماء يغطي ساقه، واحتفر قبر أبينا آدم واحتمله معه في السفينة وجاء به إلى النجف بلغنا الله وإياكم، وقبر أبانا آدم هناك مرة أخرى، وادخر له قبرا ولأمير المؤمنين سلام الله عليه قبر، لأنه قبر أمير المؤمنين محفور مثل قبر الحسين. قبر الحسين لا، هم مو حفروا، هم كشفوا، كشفوا شيء من التراب أو ما شابه، وإلا القبر محفور إلى الحسين وإلى أمير المؤمنين سلام الله عليه زين. ثم فيما بعد دفن نبي الله نوح، هذه روايات، السلام عليك وعلى ضجيعيك، مو أنت ضجيعهم، فرق له، السلام عليك وعلى ضجيعيك، هما ينسبان إليك، حياك الله. آدم ونوح وجاريك هود
وصالح، وموجود في بعض الروايات أن المدفونين مع أمير المؤمنين سلام الله عليهما هود وصالح. هود طبعا هم كلهم في النجف عموما، هود الذي بعثه الله جل وعلا إلى الأحقاف، الأحقاف تصير من جهة الجنوب بالنسبة إلى ما يسمى بالربع الخالي، يعني بين الربع الخالي زين وبين حضرموت وبين عمان، هذه المنطقة اللي بعث الله جل وعلا إليهم من نبي الله هود، وهو حفيد النبي نوح زين أخا عاد، بعدين انتقل إلى العراق. بعده النبي صالح اجي بعد هود. النبي صالح أيضا أرسله الله جل وعلا إلى ثمود، لكن لما كذبوه وقبل لما انعقروا الناقة وثلاثة أيام تهب الريح كذا، طلع إلى وين؟ إلى العراق، لأن العراق النجف والكوفة هذه بقعة الأنبياء. هذه أنت إذا بتروح تزور العراق وبتتابع هذه المقامات، هذه ما تخلص منها، تاريخها في عمق التاريخ، شيء عجيب غريب زين. ومن مقاماتها أن يدفن فيها قبر أمير، أن يدفن فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين له مقامات متعددة، مو بس هذا القبر ينسب إلى أمير المؤمنين، قبر آخر الذي ينسب إليه سلام الله عليه في وين؟ في ما يسمى بمزار شريف، وإن كان هذا اشتباه عندهم واضح يعني، بس حضور قوي، حضور قوي باسم أمير المؤمنين ونذور وأوقاف وما تخلص منهم هذولا المتشيعين إلى أمير المؤمنين والعاشقين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. والمقامات الأخرى اللي ما هي يعني ما تنسب إليه كقابر، مثل مسجد الغدير، هذا مسجد الحين ما حد يدري بخو مسجد الغدير اللي مكان اللي وقف النبي وقال من كنت مولاه، هذا مسجد الحين طومس، مسجد الإمام الصادق أشار إلى مسجديته زين. مسجد براثة لا يزال موجود، موقف أمير المؤمنين هناك يحتاج إلى قراءة زين. آثار متعددة في أماكن متعددة زين، مقام أمير المؤمنين في مسجد الكوفة، مسجد البصرة اللي في الزبير، هذا أمير المؤمنين هو الذي أمر ببنائه لما نصره الله جل وعلا على أهل البصرة، موجود إلى الآن مسجد أمير المؤمنين في البصرة في الزبير زين. وغيرها إذن من المقامات. أما قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه فلم يظهر إلا بعد 100 سنة في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. وطبعا راح الإمام زين العابدين وزار، عجل شلون الإمام زين العابدين أبو حمزة الثمالي تعرف على الإمام زين العابدين في هذه الرحلة، لما راح يشوفه في مسجد الكوفة ولفت انتباهه وتعرف على الإمام زين العابدين وقال إلي إذا تريد أنا أوديك نزور أمير المؤمنين، وراح وياه. فكانوا مشيخة من يعني شخصيات الخلص من أهل الكوفة من الشيعة، عرفوا مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. لما جاء هارون والإمام الصادق سلام الله عليه أشخص به إلى الحيرة، قلت لك الحيرة بين النجف والكوفة، الإمام الصادق بعد علمهم بالمكان، وبعدين أخبروا من؟ أخبروا هارون الرشيد. يقولون في بعض الكتب بأن أول من بنى قبر أمير المؤمنين سلام الله عليه هو هارون، بعدين المتوكل، بعد مو بس هدم قبر الإمام الحسين، هدم قبر أمير المؤمنين بعد. لكن وين راح المتوكل وغير المتوكل؟ هذا لا جمع ذهب ولا جاء أبدا أبدا أبدا. يقول ابن بطوطة، يقول أنا شفت بعيوني، هذه موجودة قراها في رحلة ابن بطوطة،
يقول بعيوني شف يجون ليلة ليلة يسمونها ليلة المحيا، يعني ليلة 27 من شهر رجب، يجون العراقيين ويجون الأتراك ويجون الإيرانيين، هذا قبل 600 سنة، ويجيبون شوف عندهم عقيدة الحين ما هي عندنا. هو هذا ابن بطوطة من علماء العامة يذكر القضية، يقول شفتها بعيوني. سووا قيام جزاكم الله خير شباب. الله صلى الله يجيبون ناس معوقين، يقول ابن بطوطة يجيبون ناس معوقين ويظلون إلى نصف الليل مربوطين في الضريح ولا ينفصلون عن القبر إلا بشفائهم، وكل من شفي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. لا يقولوا شفت ناس ينتظرون إلى السنة اللي بعدها وصير موسم إلى شفاء المرضى، هذه معروفة ومشهورة، اقرأها في رحلة ابن بطوطة وغيرها. هنيئا لكم، ليلة عظيمة وليلة مصيبة. ها فقد الأبو صعب، إيه فقد الأبو صعب، ما يعرف فقد الأبو إلا اللي فقد الأبو. زين صعب صعب واجد مولانا، ما بالك إذا هالأبو مظلوم. وشلون يعني علاقتهم بأبوهم؟ زين أنت من وين تبدأ ويا المصيبة أصلا؟ أنت أصلا ما تقدر توصف المصيبة. وإذا بهم يسمعون الناس يسبون أباهم على المنابر اللي شيدها والمحاريب اللي هو عمدتها. راح أمير المؤمنين، أسف على أمير